أيضا يكون القصاص في يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول عز وجل: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا حق بهم ما كانوا به يستهزئون. تخيل يعني الانسان يود ان لو يفتدي نفسه من ظلم ظلمه الانسان بما في الارض جميعا، ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه. وقال ربنا سبحانه وتعالى: انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. يعني في اختصام امام الله سبحانه وتعالى حتى ياخذ كل انسان حقه. ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني تخيل لو الشاة الحيوانات العجموات التي لم تكلف، الله سبحانه وتعالى يقتص لبعضها من بعض. الشاة الجلحاء التي ليست لها قرون، يعني إذا نطحت من شاة لها قرون الله سبحانه وتعالى يقتص لها. فما بالك بالإنسان المكلف الذي بعث الله عز وجل له الرسل وأنزل على هؤلاء الرسل الكتب لتكون هداية لهؤلاء الناس، وما بالك بهذا الإنسان الذي علم الحق وأنكره. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: وما بهما؟ يعني تفسير وما بهما يا رسول الله. قال: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول إيه؟ أول مرة. يتبع الميت ثلاثة: أهل ومال وعمل، ويرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهل ومال ويبقى إيه؟ ويبقى عمله. يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا: يا رسول الله، كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ يعني ليس معنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بالحسنات والسيئات. بالحسنات والإيه؟ والسيئات. يعني عملية القصاص تكون بالحسنات والسيئات. شاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولو عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. يعني حتى ولو كان الإنسان الذي ظلمته من أهل النار، الله سبحانه وتعالى لا يدخله النار حتى إيه؟ حتى يقتص منه. وحتى ولو كنت أنت فرد من أهل الجنة، الله سبحانه وتعالى لا يدخلك الجنة حتى يقتص لإيه؟ لمن ظلمته. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. وأنتم تعلمون حديث المفلس الذي رواه الإمام مسلم، أتدرون ما المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من إيه؟ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.